مشاهدينا مساء الخير، اهلا بيكم. حلقه جديده من سيدتي اسره جديده. معاكم النهارده دعاء المحلاوي ورانيا رياض. النهارده يوم 3/6، يوم الثلاث. زي ما متعودين، معانا فقره الاخبار، وبعدين معانا فقره الصالون. هيكون فيها معانا الدكتور ديانا الدكتوره ديانا محمد كامل، استاذ التصميم الداخلي، وهنتكلم عن الاضاءه وازاي بتتحكم في الديكور. اهلا بيكي يا رانيا. اهلا بيكي يا دعاء. ازيك؟ صباح الفل وصباح الخير لكل مشاهدينا في كل مكان. وزي ما قال دعاء، دي هتكون فقرتنا معانا النهارده للديكور، وان شاء الله يكون يوم جديد ومعلومات واخبار ايضا جديده. بنبدا مع حضراتكم اول اخبار معانا النهارده، والخبر الحقيقه اهم جدا لكل امراه مصريه. يمكن دايما نقول المراه المصريه وقد ايه ان هي ظهرت في الانتخابات وظهرت في الثورات، وفي الانتخابات الاخيره كان يمكن اعداد المراه اكثر من اعداد الرجال، خصوصا في اول يومين. فالحقيقه ده كان مسار حديث في المجتمع كله. ومؤخرا ايضا الاتحاد الاوروبي بيؤكد دعمه للمجلس القومي للمراه في يعني احدى النقاط. ايضا بيؤكد حرصه على تقديم الدعم المادي لتنفيذ المشروعات التي يتبناها المجلس القومي للمراه. جاء ذلك في بيان لبعثه الاتحاد الاوروبي بالقاهره بالامس 2 يونيو، واكد فيه ان تلك الاشاره جاءت ايضا في معرض الصحفي في معرض تعليق احدى عضوات وفد المتابعه الاوروبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مؤخرا في المجلس القومي للمراه. اضاف البيان ان رئيس المجلس القومي للمراه السفيره الدكتوره ميرفت التلاوي هي كان لديها بعض المعلومات الخاطئه بخصوص متابعه الانتخابات من جانب الاتحاد الاوروبي، وصححت سياده السفيره الدكتوره ميرفت هذه المعلومه، وقالت ان هو كان ينبغي قراءة التقرير في مجمله، كما أن بعثة المتابعة هيئة مستقلة وحاولت أن تقيم بمهنية ودقة التصويت في الانتخابات، وهو ما أشار إليه رئيس وفد المتابعة في مؤتمره الصحفي بالقاهرة يوم الخميس الماضي، والذي تم تناوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية والدولية. الخبر اللي معانا دلوقتي كمان يا رانيا، انا خبر الصراحه كنت مستغرباه جدا، لان انا الزبادي كامل الدسم بيقلل خطر البدانه. طبعا كنا متعودين او عارفين ان هو خالي الدسم او قليل الدسم هو اللي ما بيبقاش فيه سعرات حراريه كتير، لكن طلع كمان كامل الدسم بيقلل خطر البدانه. الخبر بيقول: تنصح الابحاث الطبيه باهميه تناول الزبادي الكامل الدسم بصفه يوميه في اطار النظام الغذائي اليومي للتخلص من الدهون والكيلوغرامات الزائده، حيث اشارت البيانات الى فعاليته في محاربه خطر البدانة بمقدار الخمس. يمكن تناول اللبن كامل الدسم يوميا للمساعدة في فقدان الوزن بمعدلات أسرع من تناول الزبادي المنخفض الدهون أو خالي الدسم، وذلك وفقا لأحدث الأبحاث التي أجريت في هذا الصدد. وتشير البيانات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون 125 جراما من الزبادي الكامل يوميا يقلل نسبة 19% من معدلات البدانة مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون الزبادي بمعدلات أقل. يأتي ذلك في الوقت الذي لم تشر الأبحاث إلى حدوث أي تغيير ملحوظ في مستوى الدهون والوزن بين الأشخاص الذين تناولوا الألبان خالية الدسم أو قليلة الدسم. ده كان بالنسبه لي خبر جديد. لا هو انا عارفه انه بشكل عام الزبادي بيقلل، بيساعد في تخفيض بس الوزن. دايما الدكاتره حتى يقولوا لك خالي الدسم او قليل الدسم. هو الزبادي عموما بيخفض، بس اكيد انا لما هاخد زبادي كامل الدسم غير لما هاخد زبادي منخفض او ما فيهوش دسم متهيألي يعني. بس عموما الزبادي كويس في الدايت بشكل عام. خبر بقى عن لون الشعر. في بعض البلاد يمكن اللي عندهم الشعر الاصفر اكتر في المراه بيشوفوا انه ده يعني المراه اللي شعرها اصفر دي ذكائها محدود شويه. فاخيرا الديلي ميل قالت ان لا، لون الشعر من خلال الابحاث لا يؤثر على ذكاء المراه. نشرت ديلي ميل البريطانيه ان المراه الشرقاء ذكائها اقل عن غيرها من النساء، وان لون الشعر بيؤثر على الجينات الدماغيه فيؤثر على ذكائها. لكن الدراسه من ستانفورد في ولايه كاليفورنيا قالت ان الكلام ده غير صحيح على الاطلاق، ولون الشعر لا يؤثر اطلاقا على الدماغ او على ذكاء المراه. واكدت الدراسه ان لون الشعر عامل وراثي فقط، ملوش اي علاقه باي تفكير او باي ذكاء، ولكن هو تاثيره مسؤول عن لون الشعر فقط، والجين ده يعني ما بيأثرش حتى على اي جينات ثانيه في الجسم. وكمان اتكلموا على لون العينين، قالوا ان ايه احد الباحثين قال ان الجينات التي تؤثر على لون الشعر لا ترتبط بلون العين، يعني مش شرط ابدا ان الشقراوات يكون عندهم عينين زرقاء، فجين لون العين مختلف عن جين لون الشعر. مش عارفه جايين لنا اساسا مش عارفه ليه اصلا قارنوا ان ممكن جين الشعر يبقى مرتبط بلون العين. ما علشان يعني مرتبط دايما الاوروبيين او الاجانب لون شعرهم ولون عينيهم ملونين، فعشان كده الاثنين مرتبطه في الاسنان وعينيهم ملونه فاتحه.
اي اخبار ومعلومات وابحاث. الخبر اللي معايا دلوقتي دكتورة نفسية، هي دكتورة هبة عيسوي أستاذة الطب النفسي بجامعة عين شمس، بتقول شخصية المرأة بتظهر في ألوان ملابسها. بتقول بتحلل الألوان إن المرأة اللي بتفضل اللون الأحمر غالبا ما تخفي وراء مظهرها امرأة متجددة ذات جاذبية وأنوثة طاغية، أما من تفضل اللون الأبيض فهي تتسم بالصراحة والطيبة والنشاط وحب الناس، وغالبا ما تميل شخصيتها للبعد عن المشاكل وتخفي البراءة خلف طلتها المشرقة. وبتكمل بتقول إن الناس اللي بتحب اللون البرتقالي بيميلوا غالبا الى التوازن والشعور بالرضا والسعاده والثقه بالنفس، بينما تميل عاشقه اللون الاخضر الى التلقائيه والتواضع والبعد عن التكلف في تصرفاتها الى جانب الهدوء والبساطه. وكمان بتضيف الذكاء وسرعه البديهه والقدره العاليه على التواصل مع الاخرين من صفات عاشقه اللون الازرق التي تتمتع بالشخصيه الاجتماعيه والصفاء بعشق الازرق، وكذلك درجاته خاصه التركواز. أما الحزن والشجن والخجل والانطوائية فهم من صفات صاحبة اللون البنفسجي، بينما تتسم عاشقة اللون الأصفر بالتفاؤل والشخصية العنيدة التي تتميز بالطاقة والحيوية إلى جانب طبيعتها الاجتماعية كما تكون شديدة الغيرة. واحنا عارفين ان اللون الاصفر فعلا اللي بيحبه او الورد الاصفر بيبقى بيدل على الغيره، يمثل غيره، بس كل الالوان جميله والله. طبعا. معايا خبر لطيف قوي عن امتلاك حياة صحية أفضل من خلال نقاط مختلفة. النقاط كلها بتتكلم عن الصحة بشكل عام، النوم، ناكل ايه، نشرب ايه، نسمع ايه. يعني موقع اسمه Men's by Green حدد 7 خطوات لكي نمتلك حياة صحية أفضل ونشعر بحياة أفضل ويكون عندنا كمان طاقة أفضل. اول حاجة قالوها انه المفروض الانسان اول ما يصحى من النوم يقول لنفسه كلام ايجابي وحاجات لطيفة، حتى لو حلم حاجة مش لطيفة، ايا كان الوضع لازم ان هو اول ما يصحى يقول حاجات لطيفة، زي مثلا الله ده النهاردة يوم جميل، او ان الحياة جميلة ومليئة بالتفاؤل. تاني حاجة قالوا لازم ياخد دش، ياخد حمام في الصباح، ويفضل الجلوس في البانيو لمدة يعني دقيقتين عشان يسترخي وينشط. ده الناس عندهم مرض يعني، والله الخبر بيقول كده. حاجة تانية كمان لطيفة جدا هو يسمع موسيقى هادية على الصبح، يعني يصحى كده يقول الله الدنيا حلوة ويقعد في البانيو بساعتين بقى كده، من يقعد يسمع موسيقى هادية لان ده بيريح الاعصاب ويمنحك شعور ايجابي عشان تبدأ. بيقول كمان في ناس متعودة ان هي بتشرب قهوة او شاي الصبح، ده لطيف مش وحش، ولكن ما ينفعش ان هو يكررها طول اليوم، لان لو شرب بعد الظهر قهوة او شاي او اي كافيين هيخليه ما يعرفش ينام بالليل، فلو هتشرب حاجة كده يبقى الصبح، وبعد كده ممكن تاخد بعض العصائر بالذات الطازجة، ده هيبقى يعني جيد جدا للصحة. اضاف الموقع ان من اهم الاشياء اللي المفروض ان احنا نخلي بالنا منها ان احنا نمضغ الاكل بشكل بطيء شويه، يعني مش بسرعه دايما، حتى يعني اطباء الجهاز الهضمي يقولوا الحكايه دي، وفي الدايت صح بالراحه ناكل بالراحه علشان جهازنا الهضمي يكون يعني ما يكونش عليه تاثير سلبي. وكمان بينصحوا طبعا بالحركه والرياضه، وابسط شيء بيقول لك ان انت بدل ما تاخد الاسانسير تطلع على السلم او تتحرك اي حركه عشان تقدر تنشط الدورة الدموية، ده هيدي لك نشاط اكتر ونشد العضلات بتاعة الجسم. فيعني شوية نقط كده سريعة حلوة النصايح دي، ممكن نعمل بيها الحياة افضل يعني. يا ريت والله، عارفة حتى لو حد الصبح ما عندوش وقت ان هو يقعد في البانيو ولا بتاع، بس ممكن يقدر ان هو يطلع السلم ممكن التانية. طبعا 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 يسمع موسيقى هادية في العربية وهو رايح الشغل، يقول لنفسه كلام ايجابي، يقول لنفسه كلام جميل يعني نحاول يعني. معانا دلوقتي ايه رانيا؟ احنا هيكون معانا حالا تقرير، يعني لان اخبارنا كده انتهت، فهنشوف مع حضراتكم هذا التقرير عن الديكور، وهنرجع حالا لفقرتنا على الهواء مباشره.